بصحة جيدة وانتم كتشوفوا لا فيديو ديال اليوم. المهم نهار جديد، فيديو جديد، مازال في التحضيرات ديال رمضان. كنقول لكم من هنايا رمضان مبارك كريم، ودخل عليكم بالصحة والسلامة وطلع عمر ان شاء الله. وباش ما تمنيتو، المهم الفيديو ديال اليوم غادي يكونوا فيه البريوات ديال اللوز، وغادي نبارطاجي معكم يعني داكشي من ا حتى الزيد، يعني كيفاش كنبداو حتى كنساليو مسخوطه. اقسم بالله مسخوطه وانا كنصور وكنقطع، والله الا والله ما بقيت نقطع، اقسم بالله ما بقيت نقطع شي حاجه، ما بقيتش غادي نقطع من قبيله كنصور كنقطع كنصور كنقطع. المهم وجدنا اللوز، المهم سلقناه فركناه، قلينا النص ديالو والنص ديالو خلينا هكا، خلطناه مع سنيده غادي نسيطوه يطحن على برا. ايوا صافي، المهم عاد غادي المهم شنو هذاك املو سرقان. المهم عندنا هنايا شحال ديال اللوز؟ كيلو ونص، كيلو و 200 غرام على كيلو ديال 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 اللوز. عندنا كيلو ونص حيت من واحد شويه، نص مسلوق ومقلي، هذا مقلي وهذا لا. المهم غادي نصيفطوه يطحن على برا حيت الاخت الشريفه ما عندهاش الماكينه. لا غير العقده خصها تجي تعجن مزيان، عندها الماكينه وما قالوا ما عندناش لالا فيتو. المهم دابا غادي نصيفطوه غادي يطحن، غادي نمشي بوحدو. النص تنقليوه والنص تنشويوه تنخليوه هكا، تنخليوه هكا غير مسلوق ومفسخ، تنخلطوه مع نص كيلو سنيده. لا والله شوف هادي كيفاش كتهضر، تيهرب ليكم بريضه. غنصورو في الطاسه مالك في هذه الهضره. المهم اخوتي من بعد ما طحناه كيف كيفكم على برا، ماشي في الدار، غتبقاو عليا عاوتاني واش داكشي معقم واش ما معقمش واش هادي واش دي الماكينات مزيانه. المهم حتى تعجن ولا بحال هكا، زدت عليه شويه ديال الروح ديال الزهر ياك، هو ما كاين الزهر، ما كاين الزهر، وزدنا واحد شويه الروح ديال اللوز، الروح ديال اللوز. وكاين هنايا وراه اللوز اصلا غير اللي تيبغي الروح ديال اللوز. دابا المهم غادي تذوبي الزبده وعاد المهم نرجع لكم. قولي لينا اش غادي انت كتشوي فيا، صدمتيني بهاد الكاميرا ديالك، تنزيدو معلقه ديال القرفه صغيره. اي داكشي اللي قلتي ليا شنو هو؟ باش ما تكحلش العقده غير شويه. كاين عقده اللوز، عقده الزنجلان، حنا باقي ما عقدنا هادو كامل، تعقدوا سبحان الله العظيم دغيا في رمضان دغيا كيتعقدوا. دابا الا درتي القرفه بزايد كثيره زعما درتي القرفه بزاف تتكحل، تكحل اللوز تتكحل العقده وزعما خاصنا نديرو لها الماسكات، باش نديرو الماسكات باش ما تبقاش كحله. المهم علينا تفلي على الناس، بقيت تفلي على الناس، تديري شويه ديال القرفه صافي من بعد تنزيدو شويه الزبده. خوتيش عليا راه كنتخلع. المهم غادي نديرو الزبده من بعد ما دابت، زيدي يلا ديري الزبده وخلطي داكشي جلطي. اوبلا اوبلا حرقتيني زبيده مذوبه واحد 4 المعالق. قولي الزبده لا الزبيده، وراه داكشي ديال اليوتيوب صافي. من بعد ما دارت ديك الزبيده قولي الزبده نيجان لا الزبيده، وبين ندلعوها يا اختي زبيده. راه اصلا اللوز راه ديجا درنا ليه السكر، تقولوا ما درنا ليه الشرف فيه. راه صورتو. المهم دابا كتخلط داكشي مع ديك الزبيده القريفه. هذا مش مرقالتو، وش هاد مرقالتو؟ كانت مرقالتو هنا ودابا دايرين في الزهر. هيا نديرو رشيشة، عينك ميزانك نخنعك ما عرفنا ندير ليك. وأخيرا مشينا جينا القصعة وجينا جينا القصعة. عندنا الماعن هو اللوز راه خصو يتعقل، بحال هكا يتدلك باش باش يخرج من الزيوت. دابا صافي زدتي، دابا درتي ليه كلشي ياك، كلشي زهيره خاصو دابا غير يمشي يتكور. دابا خاصو دابا خاصو غير يتكور وتحت الورقه يسكن. Thank you.
المهم الغزالات ديالي من بعد ما سالينا عمليه ديال التكوار يعني كورناهم كلشي شاطلينا داك شويه. المهم درناهم ما كبار ما صغار يعني موين. بالنسبه للورقه يعني ما صيبناهاش شريناها من على برا. عارفه الناس غادي يسولوني منين خديناها، خديناها عند جعفر. المهم هو اللي كناخذوها من عنده ديما ملي كنكونوا بحال هكا عندنا شي كوموند ولا زربانين كناخذوها عنده باقا سخونه. المهم غادي نديرهم صغيورين. المهم قطعت الورقه على هذا الشكل هذا. المهم صغيره اصبر لكم نشوفوا. المهم حاولت انني نعبرهم باش يجيوني مقادين. صافي دابا غادي نبداو وزيدي تخدمي راه مخلصينك ودابا غادي نعمروهم. عندي عنايه سلافه خلطت فيها الدقيق والماء، عطاني هاد القوام ياك داك القوام باش نبقاو زعما نسدو الجوانب باش ملي نقليوهم ما يتفتحوش وصافي. دابا خليني نكمل عشاء راه دابا تجي هنايا غادي نوض انا وياك. صافي الورقه كديت انا كنصح عليكم واش كديروا. الله يرحم عليك خلينا بعدا نهضر مع الناس. كتولي قاعد لعمي شوية على دوزة. المهم ملي كديروا هاد الكويرة في الورقة باقي تجي لا غادي نحرقها عزك ما فيهاش. خلينا كريمة برك مسالة المهم ملي كديروها كتحاولوا انكم تبسطوها باش يجيو يعني باش يجيو الجناب تا هما عامرين. المهم باش تجي عامرة باش تجي بحال هكا نسوني اش بغيت يجيو حتى هاد الجنيبات هادو يجيو عامرين. واخيرا سالينا البريوات ما سالينا وحتى سالو معنا. المهم غادي نخليهم واحد شويه ينشفوا ومن بعد غادي تقليهم كريمه. طرا انا ما تزيدش دير لهم جوج من الفوق. ايوا يا خوتي كانت كدير لينا هذا كانت كتقلي الكاوكاو وهي تحرق نص عندنا نص انا كان شويه العالم في الفضاء الخارجي. وغادي نشاركوا معكم حتى سليلو. سليلو نصايبوها اليوم ان شاء الله. ايوا ان شاء الله ديروا البوم عاين. ويلي خوتي قبل ما كنبغي نبارطاجي معكم شي حاجه كنلقاها سالات زعما تسوى ما تصلح ودي يا ممساليه لينا. المهم دابا كنصايبوا البريغات يا قلنا صافي اخر حاجه درناها هي البريوات ونشوف نديروا الش دابا هادو انا نعطيهم المقادير. يلا عطينا المقادير دغيا. الزلافه ديال الزلان يكون منقي وما محمرش بزاف حيت ديجا مازال غي غطيب غطيب خماره حمراء. ايوا خماره حمراء وخماره بيضاء فاني وبصفر بيضاء بيضاء كامله وشويه ديال الملحه وزلافه ونص ديال الدقيق. زلافه ديال الجنجلان وزلافه ونص ديال الدقيق صافي. وكنخلطهم ربعات ونديروا لهم هذاك الشيء ديال الحلوه. اسهل حلوه عاد يا خوتي اخواتي جيب لينا هنينا وتعمروهم بالكراميل تيجيو خطير تيجيو واعرين تيجيو يا سلام. المهم غادي نساليوهم ونوريهم لك ان شاء الله. المهم رجعت لكم من جديد. كنت بارطاجيت معكم اخر حاجه هي البليغات. دابا غادي نبارطاجي معكم سليلو ولكن كنصايبها دابا في دارنا ماشي عند اختي. المهم هنايا عندي داك الدقيق الكامل راه حمرناه. هو شنو عزلنا عليه النخال ولا ما عرفتش داكشي ياك غرب النان. المهم داكشي كان المهم هي اللي فاهمه داكشي. هنايا عندنا اللوز طحنته مع سكر سنيده. هنايا عندي زنجلان شحال ديال كيلو ديال زنجلان ياك كيلو كيلو ديال زنجلان. وهنا اللوز حيت عندي باقي زنجلان هو هذا غادي نخليته هكا صحيح. عندي هنايا المسكه الحره عندي جوج معالق كبار ديال القرفه. امي قولي لي شنو هذا. المهم هذا جوج معالق ديال النافع ديال حبه حلاوه. عندي الكوزه عندي السكر كلاسيك صراحه كنقلب على على سبيسيال ديال يعني ديال العبار ولكن لقيت هذا. المهم غادي نعدي باش ما كان هذا شحال فيه 100 غرام. المهم ما عرفتش شحال فيه واش 100 ولا رابعه 250 غرام. غادي ندير يعني غير نص كيلو. وعندي هنايا اللوز حمرته في الزيت يكون بارد صافي باش ما يتحركش لينا. وهنا باش غادي نخلط هادشي كلشي. عندي الزبده
عندي الزبده طيبتها مع الزيت حتى ولا اللون ديالها بني، باش تحيدات منها يعني ديك الكشكوشه اللي كتكون من الفوق ولا الرغوه ولا المهم تطابت مزيان ولا بحال هكا يعني هذيك ما كتوليش يعني مضره. صافي دابا غادي ندوزو باش نخلطو هذا الشيء كلشي. حاجه غادي نديرو غادي نخلطو هذا الشيء كلشي، عاد من بعد غادي نحول هذا الشيء كامل لواحد البانيو باش باش ندلكس ليلو باش يخرج من هذوك الزيوت وتعطينا شي حاجه اللي كتبغي تدلك انت لا غدلكي ماشي انا انت غدلكي ديك البيجاما. غادي نزيد عليهم سكر كلاصي، غادي ندير انا غير وحده لحقاش اللوز طحنتو بالسكر، داكشي علاش غندير وحده ونخلط وعاد نشوف الا خصها الحلاوه. غادي نزيد ما خصهاش، ما غاديش نزيد حتى انا ما كنبغيهاش حلوه بزاف. المهم غادي نخلط كلشي في هذه القصعه هذه، غير غادي نخلطو من بعد غادي نديرها في البانيو باش ندلكها مزيان حتى تسدلك. السلام عليكم، درتو لاباس عليكم؟ حنا لاباس علينا، انت كي دايره لاباس؟ هانيين بخير عليكم، كي دايرين وليداتكم؟ كي درتو مع الصحه؟ مبروك عواشركم، دخل عليكم سيدنا رمضان بالصحه والعافيه. قولوا لها خوتي تبقى تصور معايا راه صاحبتي غنخرجها من القناه. لا وانا ما كانتش راشقه ليا شويه، عندي شي ظروف داكشي باش ما كنصورش معاها هادي، ما تسمحوا لي لا لا ما صورتش معاها، راه صاحبتي وبنتي تخاصمات مع الوالد. يلا يلا المهم انا من بعد ما ساليت ديك التخليطه والتجليطه وداك الشيء جات هي اللي غادي اش كديري دابا؟ غادي انا اللي غادي نرونها لك ونخلطها لك مزيان. دابا هذه ماشي سليلو الروينه، كتبغي ترون مزيان تبغي تدلك. ها بون كتبغي تدلك مزيان. يلا دلكي. المهم دابا درنا هذاك الزيت اللي طايب مع الزبده، ايوا تنبداو ندلكو يا الخوت يا الحباب. المهم اللي بغات تزيد فيها المقلي ياك تزيد فيها حتى دقيق الزرع زوين، اللي بغى دقيق الزرع يديرو، اللي بغى الكوفيه يديرها، اللي بغى يقلي غير الدقيق الكامل، حنا درنا غير الدقيق الكامل، اللي بغى يدير الفورس كله الشهيوات ديالو. انا كتعجبني تكون معسلة ميدما مزيان. المهم بعد ما غادي ندلكها غادي نرجع لكم ان شاء الله. السليلو ديالنا صوبناها قديناها، صايبنا انا وياك قالك صايبناها، صوبت انا وبنيتي وصاحبتي هكا، وقولوا لنا الراي ديالكم. المهم كنتمناكم تذوقوها وتعجبكم، وسمحوا لينا واللي كتوحم تسمح لينا. ويلي امي صاحبتي كتوحم حرام عليك، وعندي هذيك عندي ولا حق على كادير ما عندي لا حق هذيك مع النساء. المهم درنا لها هذا الشكل هذا غير باش نزوقو باش نصورو وصافي، ولكن هادشي كلشي غادي يرجع للسطل ان شاء الله. حتى لهنا قبل ما نقول لكم تنهنا غيسالي الفيديو ديال اليوم. المهم الا كنتو مازال يعني بغيتو باش نبقى ندير لكم الشهيوات ديال رمضان، شي حاجه اللي تكون بسيطه شي حاجه تكون سهله، خليوها ليا في الكومونتيرات. وبالنسبه للناس اللي يعني كيصايبوا شي حاجه وما كتصدقش ليهم ما فيها باس، حتى هي كتبوها في الكومونتير ونبارطاجيها معكم ان شاء الله. بغيتي تزيدي شي حاجه؟ ايوا شكرا لكم، ما تنساوش لايك سبسكرايب. سميده سميده سبسكرايب ولا تقول سبسكرايب قول لي حيت ما كنعرفش القاده، وانا راه مرا كبيره كما قلت لكم ماشي الا وعديها. وشكرا لكم حيت كدعموا بنياتنا وليداتنا وليدات المسلمين كاملين، وبصحه وسلامه يدخل عليكم هذا سيدنا رمضان طول العمر. يلا قول لهم سلامه الله في راسكم، السلام عليكم وديروا لايك لايك.